جميل أن تشهد هذه المحطة نشاطا في ليلها كما نهارها بعد البرنامج المسطر من قبل مؤسستا ترامواي والمترو خلال شهر رمضان، تجاوبا وطبيعة التنقل خلال الشهر الفضيل بين العمل نهارا والسهرات الشبانية والعائلية. يسرنا أن نعلم كافة المسافرين بأن أوقات استغلال مترو الجزائر ستكون من الساعة 7 صباحا إلى غاية 1 صباحا 7 أيام على 7، وهذا ابتداء من يوم 9 جويلية إلى غاية 8 أوت 2013. للعلم الحركية ستشهد توقفا لمرة واحدة ل 25 دقيقة ابتداء من الساعة 7:50 في النصف الأول و27 دقيقة في النصف الأخير من شهر رمضان. المواطنون لهذه المبادرة يستحسنون. أنا ليا شخصيا خرجوا عليا، الناس تقدر تمشي تقدر تروح تقدر تزور، إيه لا 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 هذا هو تقدر حاجة يعني ما شاء الله. لا بس ما عندي حتى مشكل، نركب وين نرى وين نحب نمشي وين نحب الحمد لله. حيزيد يدير لنا موفمون كبير وحيدير لنا حالة وحاش حيقلب لنا الليل مع النهار. عينتان إذن عن شبكة نقل متنوعة في البلاد تسعى شهر رمضان لضمان سهرات ممتعة إلى مختلف الوجهات.